المسابقات الغير تقليدية التقنية وعن طريق المنصة الرقمية. أيضا حول نفس الموضوع نستكمل اللقاء مشاهدينا مع الأستاذ عثمان الكندري الفائز بمجال قصة القصيرة عن قصة حكاية إخوان. مساك الله بخير أستاذ عثمان، وألف ألف مبروك هذا الفوز، وحياك الله معنا من خلال هذا البرنامج. مساكم الله بالخير، الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير، وسعيدين بوجودنا معاكم. حياك الله أستاذ عثمان. نبي ندردش معك عن القصة، قصة حكاية إخوان، من وين جت لك الفكرة لكتابة هذه القصة؟ والله باختصار يعني أنا استلهمت الفكرة هذه عشان أحفز الكتاب المبتدئين على الكتابة. كل كاتب في بداية مشواره لابد أن يواجه صراع داخلي، وهو بين الرغبة بالكتابة وحبة للكتابة والخوف من عدم النجاح أو القبول. هذا الصراع الداخلي حبيت أجسده عن طريق شخصيات خيالية. شخصية الأخ الأصغر في القصة خذت دور الرغبة وحب الكتابة، بينما شخصية الأخ الأكبر أخذ دور الخوف من عدم القبول أو النجاح. اي بس القصة شنو هي اسمها عشان احنا؟ حكاية إخوان. فهي تدور على الأخوين، عشان كذا انت ذكرت الأخ الأصغر. نعم تفضل. فمثل ما قلت انا حبيت اجسد الصراع الداخلي اللي يواجه الكتاب. الكاتب لما يبدأ مسيرته الكتابية راح تكون عنده يعني حب الكتابة، حب الرغبة، وفي نفس الوقت راح يخاف من عدم النجاح، يقارن نفسه، هل أنا مثل الكاتب الفلاني؟ هل كتاباتي راح تعجب الجمهور؟ هذا الصراع الداخلي بين الخوف والحب حبيت أجسد على شخصيات خيالية مثل ما قلت، الأخ الأصغر والأخ الأكبر. نعم استاذ عثمان يعطيك الصحه والعافيه، وطبعا مبارك مره ثانيه لك فوز حكايه اخوان في هذه المسابقه الخاصه بالقصه القصيره. الوقت اللي اخذت منك هذه الكتابه في هذه القصه تقريبا 4 ايام، يعني المسوده الاولى اخذت 2 يوم، والتدقيق والتعديل والمراجعه 1 يوم. ما شاء الله تبارك الله، يعني انجاز ترى الوقت بالنسبه لك، لان الفكره كانت موجوده ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله، عسى الله يوفقك. طبعا عمليه الملاحظه الخاصه بقراءه القصه، يعني استعملت عنصر التشويق والدفع لاكتشاف المحيط، اكيد هناك رساله في هذه القصه. طبعا الرساله هي يعني السعي وراء الهدف في الغالب لا يكون سهل، والانسان اذا اراد ان يحقق هدفه لابد ان يواجه صعاب شديده حتى يحقق مراده. ومثل ما يقول بيت الشعر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذه بالنسبة صحيح. لرسالة القصة أخوي. بالنسبة لعنصر التشويق، التشويق من يعني من وجهة علم الرواية، التشويق من غير التشويق القصة راح تكون مملة. صناعة التشويق أولى أولويات الكاتب، وأفضل طريقة لصناعة التشويق من خلال وضع البطل أمام صراعات كبيرة. لهذا السبب أنا جعلت التشويق يعني عن طريق الصراعات، وداخل هذه الصراعات أردت إرسال رسالة، وهي اللي ذكرتها، أن السعي وراء الهدف في الغالب لا يكون سهل. نعم. طيب أستاذ عثمان، شنو هي الرسالة اللي تحب أو حبيت أنك تقدمها في هذه الحكاية للشباب؟ الرسالة يعني أنا أقول لهم مثل ما قال الأخ الأصغر آخر جملة في الكتاب، فقط لو غادرت الجبل. رسالتي للشباب، إذا عندكم هدف تطمحون له، استعينوا بالله وخوضوا قمار التحدي. نعم. ولا تخافون يعني، وهذا وطبيعي أنكم مثلا راح تواجهون صعوبات، بس بالنهاية بإذن الله راح توصلون. ورسالة أخرى للشباب هي اغتنموا شبابكم، في داخلكم طاقات، استثمروا أوقاتكم وطاقاتكم، تعلموا مهارات جديدة تفيدكم في حياتكم، بإذن الله راح تجدون أثر هذا في حياتكم، وتكونون فخر لبلادكم وقدوة يحتذى بها للأجيال القادمة بإذن الله. بإذن الله. بارك الله فيك أستاذ عثمان الكندري الفائز بمجال القصة القصيرة عن قصة حكاية إخوان، شكرا لك على هذه المشاركة في هذا البرنامج. فاصل ونواصل بإذن الله.